في عدة انتهاكات على مدار العام، مش في فصل الشتاء بس. فصل الشتاء فتح السدود والعبارات وغرق الأراضي الزراعية. في منتصف الشتاء بيقمي طالع مثلا المحاصيل الحقلية، القمح والشعير والأمور هذه، تطلع الطيارات الإسرائيلية برش المبيدات الأعشاب، فبتعمدوا إنه هذه الأدوية تيجي على المحاصيل الزراعية مسافة تقريبا إمرار تصل لكيلو متر. كل هذه المحاصيل طبعا بتتلف. في فصل الصيف إطلاق النار باستمرار على المزارعين، كل هذه سياسة تهجير وتطفيش للمزارع. بطلب المؤسسات الدولية، المؤسسات المحلية، المجتمع الدولي، المجتمع المدني لحماية المزارعين من الانتهاكات هذه ولجم الاحتلال عن هذه التصرفات.